تلامذتنا المكلفين بالحراسة والأمن المدرسي على المجهودات التي يبذلونها من أجل مدرسة صغروة، على اعتبار أنه بعد الإعلان عن بداية جديد لتعاونيات الأقسام بالمؤسسة والتعاونية المدرسية، التعاون المدرسي آلية لترسيخ قيم المواطنة. السادة الأساتذة وأطر مجموعة مدرسة صغر واحد، أثارت نشاطها استنادا إلى الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي والممثلة في دعم وتنمية روح العمل التعاوني لدى التلميذ داخل المؤسسة والاعتناء بالعملية التربوية والارتقاء بها طبقا للتوجهات والمراجع الأساسية لنظام التربية والتكوين. المشاركين في المسابقات الثقافية أن يركزوا، لأن السؤال الأخير هو الأولى.
واحد المصفق على التلاميذ ديالنا بالفعل يستحقون التشبيه. تشبيقات 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 أنهم يقربوا المنصة مهرين. الآن جاء دور التلاميذ ديالنا المؤسسة ديالنا باش يأديو لنا النشيد تحت عنوان بجميع الوسائل القديمة والحديثة. نرجو منكم يا سيد القاضي أن تتخذوا في حقي أشد العقوبات، ولمحكمتكم موقرة واسع النظر. وإن لم تكن نيتك صار الغصب بل نيته أكبر من ذلك. ولم تسمح لي سيد القاضي نطرح عليه بعض الأسئلة. لماذا صعدت إلى الشجرة؟ أنا ما قصدت، بغيت أنقض ذاك العصفور وانا نشوف امو جاية ويتعرس الغوص انت الشجرة. ناديو على الشاهد الاول. سيدي القاضي، ان تلميذ عبد الرحمن تلميذ مؤدب ولم يسبق له ان كسر اي غصن. شعوب شعوب I'm
قلت بسم الله واجبة لصنف بسم الله واجبة لصنف بسم الله نظيفة نظيفة بسم الله نظيفة نظيفة بسم الله Je l'oublie, bismillah. Allahu Akbar.